من شاب برازيلي في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية إلى واحد من أحسن اللاعبين في العالم. أنا عبد الرحمن الجناعي وهذه قصة فينيسيوس جونيور. سوبر يا فينيسيوس جونيور، البرازيلي السريع بمهارات عالية جدا أخرج منه كارلو أنشيلوتي ما عجز عن إخراجه زين الدين زيدان. ولد فينيسيوس جونيور في عام 2000. في عام 2006 أخذ والده على أحد المكاتب الفرعية في فلامينغو، وتم كتابة أنه ظهير أيسر. انتقل للعيش مع عمه لتقصير المسافة إلى مقر النادي. في عام 2010 اجتاز فينيسيوس جونيور اختبارات كرة القدم في نادي فلامينغو. تدرج فينيسيوس جونيور إلى عام 2017 ليلعب مع النادي في سن 16 سنة، وارتدى الرقم 25. بدأ مشاركته الأولى بعد أيام من صعوده إلى الدرجة الأولى، بعد أن أشركه المدرب في دقيقة 82 أمام أتلتيكو مينيرو. بعد المباراة بيومين مدد عقده مع النادي إلى عام 2022 مع زيادة كبيرة في الراتب وشرط جزائي يصل إلى 30 مليون يورو. رصدت كشافين ريال مدريد بموهبة فينيسيوس جونيور الحاضرة في عام 2017 وقرر التعاقد معه، لكن في عقد يتم تفعيله في عام 2018 ب 35 مليون يورو. وكان على فينيسيوس جونيور أن يقدم موسما جيدا للانتقال للنادي الملكي، حيث سجل فينيسيوس جونيور 14 هدف في الدوري البرازيلي وسجل 6 أهداف في بطولة كوبا أمريكا لتحت 16 سنة وكان هداف البطولة. بعد البطولة بدأ الكلام على أن فينيسيوس جونيور هو خليفة نيمار في منتخب البرازيل، وعن موهبته ومهاراته في بطولة الكوبا أمريكا وكيف أن ريال مدريد كان صحيحا في اختياره. بعد البطولة انتقل إلى فينيسيوس جونيور إلى ريال مدريد رسميا. وفي البدايات كان ريال مدريد يتخوف من عقلية فينيسيوس البرازيلية المعروفة بالسهر وعدم الالتزام. في الدوري الإسباني لا يحتاجون فقط الموهبة إلى الانضباط والتوازن، وهذا ما تعلمه فينيسيوس جونيور في أول أيامه في النادي الملكي. وتم إخبار أنه بديل لإيدن هازارد، ولكن مع فشل صفقة البلجيكي كان فينيسيوس جونيور هو الحل. شارك في موسمه الأول في 31 مباراة سجل خلالها 4 أهداف، نسبة لا يتقبلها جمهور مدريد، لكن ظنوه موسم انتقالي آخر. وما لاحظه الجمهور هو إنهاء فينيسيوس السيء، وهذا ما تسبب في العديد من المشاكل مع اللاعبين والمدربين والجمهور ووسائل الإعلام.